امبارح تم الإعلان عن تأسيس أول مستشفى افتراضي في مصر والشرق الأوسط. المستشفى الافتراضي ده هيساعد المرضى على التواصل الإلكتروني مع كل الأطباء اللي هيقدموا التشخيص والعلاج باستخدام برامج ذكية ومتقدمة في مجالات التشخيص عن بعد. طيب خلونا نعرف بالتفصيل كده من الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية، إيه هي يعني إيه مستشفى افتراضي؟ يعني الأول بصبح عليك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير أستاذة بسان، صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك. يعني مش قادرة أتخيل يا دكتور يعني إيه مستشفى افتراضي، لكن خليني يعني أقول كده مع حضرتك، هل إن أنا هبقى بتواصل مع الدكتور عن طريق الإنترنت مثلا؟ يعني احكي لي إزاي ده بيحصل؟ هو يعني في الأول المستشفى الافتراضي دي هو عبارة عن تقديم خدمات تطبيب عن بعد من خلال شبكة معلوماتية. يعني احنا بنقدر نعمل استشارات طبية، نقدر نعمل استشارات للخدمات التشخيصية زي الأشعة والمعامل عن طريق أجهزة معينة بتتوصل بالبيشنت، يعني بتوصل بالمريض، بيكون المريض في مكان والدكتور في مكان تاني، وأجهزة معينة اسمها وحدات التيلي ميديسن دي بنبدأ متوصل بيها سماعة طبيب، جهاز ضغط، جهاز رسم قلب، مناظير للعين وللأنف والأذن. من خلالها ممكن الطبيب وهو في مكان ريموتلي يعني بعيد شوية يقدر يعمل تشخيص للمريض ويقدر يكتب له العلاج بتاعه وهكذا. ده باختصار موضوع يعني التعريف بتاع المستشفى الافتراضي. طب الكلام ده هيبقى فيه أساتذة مصريين ولا ممكن نجيب منه أساتذة وخبراء عالميين في مجالات، في أو حتى نستفيد من المصريين أو أطبائنا المصريين اللي هم منورين الدنيا كلها بعلمهم ويعني قامات في كل الدول الأوروبية والأمريكية؟ لا طبعا، هو دي الخدمة دي أساسا معمولة علشان نخدم المواطنين اللي موجودين في المناطق النائية. حضراتكم عارفين دلوقتي أن منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، منها محافظات في أهالينا للصعيد في الأقصر وأسوان وفي جنوب سيناء كمان. طبعا الأماكن دي فيها مناطق نائية كتير، علشان نقدر نوصل للمواطنين في المناطق دي هنستخدم منظومة التطبيب عن بعد أو المستشفى الافتراضي. زي ما حضرتك قلت دلوقتي احنا ممكن نستخدم فيها أو يعني ناخد خبرة الأطباء المصريين لمناظرة الحالات على مدار 24 ساعة، سواء إذا كان في مصر أو خارج مصر، أو نستعين بخبرات أجنبية. طيب كمان يعني أنا لو فاهمة صح، معنى كده أن في مستشفى بالفعل موجودة، لكن الأجهزة نفسها مؤهلة أن هي الدكتور يبقى بيكشف وهو مش موجود حتى في المستشفى دي. أنا فاهمة صح ولا لأ؟ هي المستشفى زي ما قلت لحضرتك هي مستشفى افتراضي، احنا ممكن نتواصل مع اطباء سواء اذا كان في مستشفيات هيئة الرعاية سواء اذا كان بره مصر، ويقدروا يعني ينظروا الحالات وهم موجودين في اي مكان. يعني انا هقول لحضرتك كده تجربه حصلت لينا في مؤتمر المناخ اللي فات اللي هو COP27 اللي كان في شرم الشيخ. كان في عندنا مستشفى ميداني موجوده جوه المؤتمر، جوه حدود المؤتمر، وكان فيها وحدات اللي هو التطبيب عن بعد التيلي ميديسن. كان الدكاتره اللي موجودين في مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفيات هيئه الرعايه سواء إذا كان في بورسعيد أو الإسماعيلية أو الأقصر يقدروا ينظروا الحالات اللي موجودين في مستشفى الافتراضي عن بعد عن طريق الوحدات التيلي ميديسن اللي موجودة في المستشفى الميداني. فبالتالي أنا ممكن عن طريق الوحدات دي توصل المريض يبقى موجود قرب الوحدات أو موجود الوحدات دي عنده، وأنا من بعيد دكاترة على مدار 24 ساعة اكسبرت في أي مكان سواء إذا كان جوه مصر أو بره مصر ممكن ينظروا الحالات دي. بلس إن أنا ممكن أبعت كمان صور الأشعة وصور تحاليل الأنسجة اللي هي الباثولوجي، بحيث إن الدكاترة ممكن يعملوا لي الخدمات التشخيصية زي الأشعة والتحاليل، الأشعة مثلا زي أشعة الرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو واتيفر الأشعة أنواع الأشعة إيه، وتحاليل الباثولوجي صور الأنسجة نفسها
طيب. الدكاتره ممكن عن بعد يشخصوه. طب ده التشخيص يا دكتور، العلاج بقى روشتة ازاي هتوصل للمريض؟ يعني خلاص الدكتور شخص النهارده، هل دي كمان بيقدر ان هو يقول للمريض على العلاج او طرق العلاج؟ طبعا بتتبعت الروجيتا للمريض، سواء اذا كان لو هو موجود في مستشفى من المستشفيات بتاعتنا او في وحده صحيه او حاجه بتتبعت له ويبدا يصرف العلاج بيها. دي اسهل حاجه الروجيتا، هو الاصعب التشخيص وان احنا ننظر الحالات. اكيد. طب أنا يعني أفهم إن الدكتور يعالج أو يسأل المريض أو يعمل، لكن إزاي بيقيس الضغط وإزاي الكلام برضو ده أنا مش حضرتك الجزئية اللي اتكلمتي فيها في أول الفقرة مش فاهمها كويس. هو في وحدة اسمها تيلي ميديسن، دي وحدة يونت كده زي مكنة الغسيل الكلوي، زي أي مكنة، جهاز، ده جهاز كمبيوتر متوصل بيه سماعة للطبيب، متوصل بيه جهاز ضغط، متوصل بيه جهاز رسم قلب، منظار للعين، منظار للأنف والأذن، كل الحاجات اللي ممكن تخلي الدكتور يعرف يشخص المريض أو ينظره. وبنحط الجزء ده، يعني بنحط السماعة بتاعة المريض على قلب المريض أو صدره أو كده. نفس الحكاية جهاز الضغط بنحطه على إيد المريض عادي خالص أكننا بنقيس الضغط، بس الدكتور اللي بيشوف الحاجات دي بيشوفها من بعيد، يعني هو موجود في أي حتة في مصر أو في العالم يبقى شقاري الضغط، شايف رسم القلب قدامه على جهاز كمبيوتر قدامه، شايف صورة للعين عن قرب أكنه هو ماسك منظار العين وبيبص للمريض. ده هيبقى مثلا في المركز الطبي للقرية، موجود مثلا ممرض الناحية التانية بيرشد العيان، ويبقى في مثلا الطبيب في العاصمة بتاعت المحافظة دي. ده اللي انا فاهمه صح كده ولا لا؟ هو مش بيبقى مش بيبقى تمريض خالص. احنا بالنسبه لنا التلي ميديسن ده او التطبيب عن بعد بيبقى فيزيشن تو فيزيشن، يعني طبيب لطبيب، بس ممكن يكون طبيب يكون لسه صغير محتاج استشاري عنده اكسبرت، هو يبقى هو يعني اللينك ما بين المريض وما بين الدكتور الاكسبرت اللي موجود في مكان بعيد في اي مكان تاني. لكن احنا مش بنخلي التمريض طبعا هي اللي تتدخل مع المريض خالص، هو بيبقى دكتور تو دكتور. ايوه جميل جدا. يعني ده بالتاكيد هيسهل كتير قوي على بالذات الاماكن النائيه زي ما حضرتك يمكن قلتي في البدايه، انه يكون في مستشفيات بخبرات كبيره تساعد فيها. فكره جديده جدا، واحنا حبينا ان احنا نفهم اكتر منك يا دكتور. بنشكرك دكتوره سالي عبد الرؤوف، مدير الاداره العامه لشؤون الافرع بهيئه الرعايه الصحيه.